اسمي عبد الله الرويس، وسؤالي هو كيف ينامون رواد الفضاء بدون ما يطيرون؟ أهلين عبد الله. النوم في الفضاء جدا مختلف عن النوم على الأرض. النوم في الفضاء يتطلب إنه إحنا لازم نربط نفسنا في كيس النوم المعين عشان ما نطير زي ما أنت شايف هنا. هذا شكل كيس النوم، تمام؟ فلازم نربط نفسنا على الجدران حقت المحطة، وهذه هي السحابة اللي نفتح فيها، وهذه الربطة اللي نثبت بيها راسنا عشان ما نتحرك واحنا نايمين.